استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد معالي الأستاذ محمد داودية رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الأردنية. وكان موضوع حلقة هذا الأسبوع الأردن نموذج التنوع في المشرق، حيث أشار ضيف البرنامج إلى أن الأردن ضرب أروع الأمثلة في التسامح والعيش المشترك بين أصحاب الديانات السماوية بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وسياساتها المعتدلة، مبينا أن العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في الأردن تعتبر نموذجا راقيا ومتقدما في التسامح بين الأديان، وهذا واجب يحمله الأردنيون جميعهم. المزيد في هذا الحوار. نرى أردننا أنه كما هو عنوان هذا اللقاء المبارك بحضور حضرتكم، الأردن نموذج التنوع في المشرق. حبنا للأردن يجعلنا نكون أكثر أمانة في رصد وفي تحليل ما يجري، ما نراه، ما ورثناه، ما عشناه. اسمح لي أن نبدأ من تجربتك في التنوع، وأنت الذي يعني لا يتوانى عن التأكيد على ثراء وثروة الأردن التي هي إنسانه، وهذه الرحابة الموجودة في وطننا والعلاقة ما بين مكوناته. تجربتك ثرية يا سيدي. أبونا الحبيب، أنا ما بدي اخترع البارود أنا وياك، إحنا بدنا نحكي على إشي إله 70 سنة. الدستور الأردني سنة 1952 الدستور الأردني بيقول في مادة السادسة البند 1 الأردنيون أمام القانون سواء، لا فرق بينهم، بجوز مش بهذه الدقة، لا فرق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الدين إلى آخره. حتى الجنس لا ما حطوها، لا فيه لازم يحطوها العرق أو اللغة أو الدين، لازم يحطوا رابع عن الجنس الذكر والأنثى، الجندرية لأن دخلت الآن. فإحنا والله من 72 سنة دستورنا بيقول لنا أنتوا هيك. بعدين هذا الدستور لما بيحط هذه الفقرة، الدستور عمليا تعبير عن خلاصة ما في المجتمع، التفاعلات اللي صارت في المجتمع بيجي الدستور بيلخصها. صحيح. بيصير تعديلات دستورية لأنه في حاجات جديدة. فلما الدستور حط هالكلام ووضع الدستور على دور الملك طلال الله يرحمه، وتابع الملك حسين مسيرة جليلة وعظيمة في هذا الباب، وأيضا جلالة الملك عبد الله، إحنا أسرتنا الهاشمية الحقيقة كمان يعني قدوتنا في هذا التنوع، وأنهم يعني وديننا ودينك طبعا. كل هذه الأديان يعني تحضنا على المحبة، تحضنا على المساواة، تحضنا على التعاون. بعدين يا سيدي الطبيعة تعددية، في ذكر وفي أنثى وفي ليل وفي نهار وفي شمس وقمر وإلى آخره. الواحدية لله فقط، مش إلنا، مش للإنسان. التنوع غنى والتنوع قوة. أضرب لك مثل بعيد شوي وبعدين نرجع لبيئتنا. إلي ابن عم راح على كندا، وفي كندا بديش أطول بالقصة، حصل على الجنسية، راح على المحكمة، القاضية في المحكمة هو واحد من بنغلاديش وواحد من سريلانكا وواحد من تركيا وإلى آخره، 6-7 حصلوا على الجنسية وإجوا يحلفوا، أو يعني الطقوس الاحتفائية. فبعد ما خلصوا قالت لهم القاضية كندا، شوف العظيمة هاي، كندا الآن أقوى مما كانت قبل شوي بيكو أنتو، مش يعني بعددكو، بثقافاتكو، بلغاتكو، بألوانكو، بدياناتكو، بالتنوع اللي أضفتوه لكندا، هذا هو اللي بيمشي العالم. الحقيقة إحنا نحتاج إلى تكريس هذه القيم وهذه المعاني. بس بالأخير ابن عمي هذا لما حصل على جواز سفر كتبوا له القدس، مواليد القدس هو، هو مواليد القدس، ابن الحاج عبد خلف داودي اسمه محمود، كتبوا له على الجواز القدس إسرائيل، رجع لهم الجواز، أنا مش مواليد في إسرائيل، القدس مش إسرائيل، وست سبعة أشهر لا وافقوا له مواليد القدس بدون إسرائيل، ما قالوا له ما في فلسطين كمان نحط فلسطين، هم إحنا في عنا فلسطين بس هم ما فيش دولة اسمها فلسطين بالنسبة لهم، فحطوا له القدس وشطب إسرائيل.
هذه الروح. أنا نشأت في المفرق الحقيقة على سيف البادية، هذا شايف اللي متشعبة باتجاه بغداد وباتجاه دمشق، الحواضر العظيمة في المفرق. عشنا سوا، الدار هون مسلم وهون مسيحي وهون مش عارف شو، فما وهنا بعدين التنوع أيضا الجهوي من الشمالات ومن الجنوب ومن معان ومن الطفيلة ومن الكرك، نعم. شايف، وفي من ليبيا وفي من الجزائر وفي من المغرب وفي من بدو وفي شوام وكل اللي بدك إياه. هذه المفرق الحقيقة كانت حاضنة لتنوع عالي الوتيرة، فعشنا بحمد الله. يعني برمضان أمي تعمل القمر الدين وتعمل هذا، ويجي ميشيل النمري وفخري النمري، ويجي الياس القسيس، ويجي سرحان النمري، ونقعد وعند أم رياض النمري الله يرحمها، تعيش. شايف، تعمل هالمكمورة تبعت الشمال وتقول يلا يا عيالي. عيالها مين؟ رياض وفخري وميشيل ومحمد. ما فيش هذا، مين هذا وهذاك، شايف. فالحمد لله نشأنا، وكانوا كمان أسرة النبر ونمورة ونبور ومجموعة من الناس اللي جاي من كل الدنيا، سبحان الله، لمتهم المفرق.